بسم الله الرحمن الرحيم. هاد القصص اللي غتسمعوا قصص حقيقية وواقعية، ونبداو بالقصة الأولى اللي وقعت هذه مدة قديمة. وحنا صغار سمعنا هذه لواحد السيد كان جاب للزوجة ديالو واحد الحولي، ملي كنقولوا حولي يعني كبش عنده حول يعني سنة أو أكثر. جاب واحد الحولي مزيان يعني مقبول، ولكن الزوجة ديالو كانت واحد الزوجة متسلطة وعنيفة نكادية، فقالت لي هاد الحولي ما بغيتوش، بغيت حولي كبر منه، بغيت واحد الحولي يكونوا قرونه كبار ونجيبه ويشوفوه الناس في الدرب وانا معيدة وكذا. وبقى معاها يعني قال لها راه كل انسان على قد جهده، كله على قد جيبه، هاد الشيء اللي عطى الله. فبقى معاها هي، قالت لي لا ضروري من واحد الحولي كبير. ما تفاهموش، كان الزوج مشى للعمل ديالو، وهنا ناضت هذيك الزوجه النكديه، هزت هذاك خدات هذاك الحولي وخدات ليه واحد الوسيله تاع النقل، شاحنه صغيره او داك كيقول ليه دراجه ثلاثيه العجلات، وخداته للسوق وطيحت فيه الثمن، يعني كنقولوا باعته باقل ثمن، المهم هو تخلص منه وتشري واحد اكبر. فعلا طيحت الثمن وباعت الحولي وزادت عليه، وشرات واحد الحولي كبير والقرون ديالو كبير وسمينه كبير بزاف، وجابته للمحل يعني جابته لدارها وربطاته بحبل ولكن لم تحكم الرباط. والمهم الحولي في مكانه كبش كبير، وكتنتظر الزوج ديالي يرجع من العمل وتقول لي هذا هو الحولي اللي بغيت، انا مشيت جبته وشوف كيفاش. وكانت بغات تعجن، كتعرفوا داك الوقت كانوا الناس كيعجنوا، ما كانش كيتباع الخبز كيما الان، كان داك الشيء قليل، اكثريه ديال النساء كانوا كيعجنوا. خدات القصريه دارت فيها الدقيق، الماء، الملح، الخميره، وبدات كتعجن بيديها، وبديك الحركه ديال يديها يعني كتنزل بيديها وراسها، الحولي كيسحب ليه باغا تناطح بديك الحركات، ما داتهاش فيه، والحولي كيرجع للخلف وكيركل برجلو وكينطلق واحد الانطلاقه كالسهم، وكيقطع هذاك الحبل وكيضرب هذيك السيده يعني كينطحها واحد النطحه يعني ضربها مبرحه، كينطحها في ظهرها، هرس ليها بعض الاضلاع يعني كسر ليها الضلوع ديالها وبعض الكدمات اخرى في الفم ديالها وفي مناطق مختلفه من الجسم ديالها. وجا الزوج ديالها علموه وحضر بسرعه وخدوها للمستشفى، داروا ليها القبص، الجبس اللي كيديروه للناس اللي عندهم الكسور، وعطوها ادويه ديالها، والحق العيد الزوج ديالها والاولاد ديالها كيشويو وكياكلوا وكيتمتعوا، وهي في السبيطار كلها كسور، وديري ليها داك المقويات، داك اللي كنقولوا ليه حنا السيروم، كتقوت غير بداك السيروم لان ما عندهاش باش تمضغ. وهذه كانت قصه ديال امراه متسلطه نكديه اللي نكدات على راسها قبل ما تنكد على الزوج ديالها والاولاد ديالها. والقصه الثانيه دي كنت باقي صغير تقريبا، هذه القصه عليها اكثر من 30 سنه، ايضا واحد السيده الزوج ديالها كان شرى ليها واحد الحولي فرطاس بمناسبه عيد الاضحى. الحولي الفرطاس هو واحد الحولي فقط ليس لديه قرنان، حولي بلا قرون كنقولوا ليه الفرطاس، اللحم ديالو جيد وتيكون تا هو جيد، ولكن ما عندوش القرون، كيكون الثمن ديالو طايح وكيكون الاقبال عليه شويه ضعيف، لان الناس في العيد عندهم هذيك الثقافه ديال الحولي بقرونه. فالسيد كان جاب الحولي فرطاس بلا قرون، والزوجه نكدات عليه، قالت لي يا ودي هذا الحولي راه ما غاديش نعيدو به، شوف ما دير. وكان تخاصم هو والزوجه ديالو، كان هو كيبيع الحوت السماك، يبيع السماك، وانا باقي صغير، وكان واحد ولدهم جا عندنا عيد، يعني شاف هذيك الخصومه ما بين الام ديالو والاب ديالو اللي ما استطاعش يبدل الحولي، ونكدت عليه ديك اي داك الجو ديال العيد. والحولي الفرطاس راه حولي مزيان، راه كتلقى مثلا واحد الكبشين جوج الاكباش راه بحال غير هذا عنده القرون وهذا لا،
وكتلقى هذاك اللي عنده القرون يفوقه بواحد الثمن كبير. فالحواولي الفرطاس راه العلماء كيقولوا حتى هو راه دايز في الذبيحه اللي ما فيه تعيب، لانه هو اصلا بحال هكاك فرطاس، هو بحال هكاك نوع من الاكباش بدون قرون، ما فيش شي عيب. فهاد القصه وانا باقي صغير كانت وقعات هاد السيد. وقصه اخرى ديال واحد السيد كان شرى واحد الحولي، حنا هنا في المغرب كنقولوا الحولي، الحولي هو الكبش، نبات حولي، هو واحد النبات اللي كيعيش سنه، ملي كنقولوا الحولي يعني عنده سنه او فات السنه. شرى الحولي وجيبوا لدارو فرحان به وكيدفعوا مع الدروج باش يطلع، وداك الحولي كي بسرعه كيصعد داك الدرج وما كيدخل عند واحد الناس واحد الشقه، ودوك الناس كانوا يتامى، الاب ديالهم ميت، واستقبلوه دوك الوليدات فرحانين وشدوه وقالوا عمنا جاب لنا الحولي. وداك السيد طلع وشاف داك المنظر وتاثر وقال لهم خذوه، وعطاه ليهم كصدقه، صدقوا عليهم ورجع وخذ حولي اخر وجابوا لدارو.